منوفي دوت اللي احنا بنتحدث عنه. هذا الشخص انخرط حسام. في قيادة مجموعة حسام عفوا انخرط في ارتكاب مجموعة من العمليات الإرهابية، قام بالتخطيط ليها، استجلب مواد ناشفة ومواد متفجرة زرعها داخل سيارة، وكلف عناصر من العناصر اللي بيديرها داخل الخلية اللي كان بيقودها، وتوجه إلى منطقة التجمع، وحاول وفشلت المحاولة الحمد لله أنه هو يغتال النائب العام المساعد. قبلها كان مكلف 2 من عناصر حركة حسن كمنوا لدكتور علي جمعة وحاولوا اغتياله أثناء توجهه لأداء شعائر صلاة الجمعة في مدينة 6 أكتوبر بالقرب من منزله. قاموا باغتيال عدد من ضباط القوات المسلحة، قاموا بارتكاب عمليات ضد المنشآت الأمنية وبعض من عناصر الشرطة تم اغتيالها واستشهدوا جراء هذه الحركة. الحركة دي للأسف الشديد أو يعني طبعا هي لصالح للأمن المصري وللقانون المصري، أن كافة الأدلة المادية متوفرة لدى أجهزة القضاء المصرية واللي هي سلمتها إلى عديد من الدول اللي طالبنا فيها بتسليم متهمين في قضايا إرهابية صريحة وليسوا معارضين على الإطلاق. ده جناح مسلح مباشر، والدليل على ذلك اللي حضرتك ذكرته في البداية، وهو أن جماعة الإخوان منذ العام 2015 بتصدر بيانات حقوقية تقوم بتوزيعها على منظمات الحقوقية على مستوى العالم كله. اسم هذا الشخص بتقول ان هم مختفين قسريا. ايوه بالظبط كده، وهو طبعا الجماعة مدركة تماما ان هو هرب الى السودان، استغل فترة الاضطراب اللي موجود في السودان وكان بيتنقل ما بين السودان وما بين تركيا. بعض من المعلومات اللي موجودة من مصادر سودانية بتقول ان هو في فترة الحكم السابق انشأ نشاط تجاري ستار لإقامته ولإقامة مجموعة من الهاربين من الإرهابيين اللي كانوا مطلوبين للعدالة المصرية وللأمن المصري، وكانوا بيتنقلوا ما بين السودان وما بين تركيا. هو حجز مؤخرا على خط الطيران الخاص يعني اتقاء من ان هو يركب الخطوط الرسمية للدولة في محاولة للتخفي، وكان عايز يتوجه إلى تركيا إلى أن وقعت هذه الحادثة وألقى الأمن المصري القبض عليه وأحاله إلى أجهزة التحقيق وإلى النيابة العامة للنظر في أمره واستكمال التحقيقات والنظر في أدواره، اللي اعترف بالمناسبة النيابة العامة أدرجته على قوائم المطلوبين لأن العناصر اللي تم القبض عليها من حركة حسم ذكرت اسمه في التحقيقات وذكرت أدواره وذكرت أرشدت عليه داخل التنظيم. بالضبط. أكيد. العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.